الراديو 90 90 هواها مصري. شوف ازاي ان بعض الممثلين بقوا يتجهوا للغنى يعملوا اغاني. ماشي كل واحد يعمل اللي رايحه. سمعت اغاني محمد رمضان؟ سمعتها. انت بتحب ستايل الغنى ده ولا انت ليك ذوق تاني؟ يعني ليا طبعا ذوق تاني في الاغاني، ولكن اتفرجت عليه باعتبار راجل زميل، اتفرجت على الاغنيه وعامل فيها مجهود طبعا. يعني هسألك سؤال لي علاقة برضو بالموضوع ده، لما تلاقي حد من الوسط بيعمل أغنية يتريق على حد عامل أغنية برضو من الوسط، ده فضى. ده فضى.